لم الشمل أنشئت في سنة 2018. وحدة لم الشمل تعنى بالخلافات الأسرية والمنازعات بين الناس. طيب وحدة لم الشمل تم إنشائها للاقتراب وللحد من انتشار فوضى الطلاق. فعندنا حاجة قسم اسمه قسم الأحوال الشخصية والمواريث. قسم الأحوال الشخصية بيستقبل أغلب الاتصالات، يعني لأن المركز فيه 5 أقسام، فقسم الأحوال الشخصية أغلب الاتصالات التي ترد إلى المركز في الأحوال الشخصية. يعني إيه؟ يعني في المشاكل الأسرية اللي هي بين الزوج والزوجة. وحدة لم الشمل بيكون فيه بالفعل جلسات بين الزوجين، بيحضرها لجنة متخصصة من المفتين والمفتيات. المفتية طبعا امرأة زيها بتبقى فاهمة نفسية الزوجة وبتقدر توصل لأهم قرار بالنسبة لها أو كل اللي جواها من أبسط الطرق وأسرعها. يعني هي أغلب المشاكل نقدر نقول كده يعني حوالي 80% مشاكل أسرية، زوج وزوجة، هيترتب عليها ضرر نفسي عند الزوج وعند الزوجة وبالتالي عند الأولاد. قسم فتاة النساء دورها مهم جدا جدا في المركز عندنا، لأن هي اللي بتتلقى اتصال بالمرأة، فالمرأة أكتر حد بيبقى حاسس بالمشكلة، وممكن من خلال اتصالنا بيها وكلامنا معها نحل المشكلة أصلا من غير ما توصل لوحدة لم الشمل. ولما بتوصل لوحدة لم الشمل احنا بنساعدها انها توصل لخيارات كتيرة جدا تحل بيها مشكلتها بنفسها، وبنساعد الزوج كمان على انه يتفهم طبيعة زوجته. احنا طبعا كسيدات بنبقى مستوعبين طبيعتها، فبالتالي بنقدر نوصل للزوج اسهل طريقة يتعامل بيها مع زوجته، وازاي نوصل لها كمان حسن النية بقى وطرق كتيرة جدا واراضي وسط كتيرة جدا بين الزوج والزوجة لحد المشكلة ما بتتحل بسهولة بإذن الله. عندنا التواصل بسيط جدا من خلال الرقم بتاعنا 19906، بنقدر نتواصل مع وحدة لم الشمل، وموجود حاليا عندنا يعني بعد التطوير في وحدة لم الشمل عملنا ابليكيشن. حضرتك ممكن تكتب وحدة لم الشمل على جوجل، بيظهر لحضرتك صفحة موجودة على بوابة الأزهر الإلكترونية، بنسجل البيانات بتاعة الزوج وبتاعة الزوجة، وبيتم التواصل معهم من مشيخة الأزهر هنا لتحديد موعد حتى يأتي إلينا الزوج والزوجة، وإن شاء الله بنقعد معاهم وإن شاء الله ربنا بيجيب الحل إن شاء الله. المركز كله التواصل معه من 19906، بعد كده بيختار على حسب المشكلة بتاعته. لو كانت قسم فتاة النساء هيبقى رقم 6، وحدة لم الشمل رقم 7، وغالبا النساء برضو بيردوا على مشاكل وحدة لم الشمل. زي ما قلت لحضرتك أكتر حد بيتصل هو المرأة، تبقى مستشارة المشكلة أكتر من أي حد تاني، سواء كانت مشكلة بين زوجين أو حتى مشكلة ميراث. ممكن الزوجة هي اللي مقدمة ومش عاوزة تقول للزوج أنا اللي قدمت، فبالتالي نتواصل مع الزوج وزوجة، بنحدد موعد ويجوا يشرفون أو إحنا نروح لهم، وده متاح، والخدمة دي مجانية من مشيخة الأزهر. اتصالات كلها خاصة جدا بمنتهى السرية، ما حدش يعرف عن أي حاجة، ما حدش بيسمع المتصل غير المفتي أو المفتية اللي بتكلمها، بيبقى فيه أمانة كبيرة جدا في الاتصال.